فكره البطاطس. اي نوع كيكه ممكن هنعمل ان شاء الله كيكه القرع برده قريب، بتبقى حلوه جدا وطعمها تحفه، ان شاء الله برده نعملها لكم قريب. انا عندي مش هحط ميه، مش هحط اي حاجه تانية، ولا هحط فانيليا. الفانيليا عندي احطها على الصوص، فانا بالتالي حطيت القرع والسكر البرتقان، بشر البرتقان والقرفه وخلاص. ما فيش زي ما انتم شايفين، ما عنديش اي حاجه تانيه احطها، هسيبه هو هينزل كل الميه بتاعته ويبتدي ان هو يستوي معايا ويبقى شكله مظبوط وتمام التمام. طيب هنعمل ايه تاني؟ تعالوا بقى نشوف. هنبتدي نعمل البشاميل مع بعض وازاي نظبطه، واستخدم ميه القرع اللي طلعت عندي من السلق في الصوص عشان لما تيجي تاكلي تحسي ان كل الصوص واخد طعم القرع، فهيديكي في الاخر نتيجه حلوه جدا. تعالوا كده نبتدي نشوف هنعمل ايه. ادي اهو كميه الزبده اللي عندي، زبده او سمنه، يعني بفضل الزبده مش زيت طبعا، يعني مش هتبقى حلوه قوي بالزيت، في ممكن تتعمل لكن مش هتكون طعمها حلو زي الزبده او السمنه، فعشان ايه نبقى صراحه كده مع بعض. انا ممكن انقل الحلل اهي، سيبها دي على مهلها كده، نشيل الحاجات خلاص اللي احنا مش عايزينها، وادي البرتقال وادي القرفه، خلي الزبده برده معايا. بعد ما يستوي عندي القرع هيكون شكله ايه؟ اهو زي ما انتم شايفين بيكون نفس الشكل. عايزه انت كمان ما تتكيش عليه شويه في السوا، ممكن تسيبيه. شايفين الميه اللي فيه؟ يعني انا هوريكم دلوقتي برده كميه الميه اللي موجوده جوه، رغم ان انا صفيته عشان اجهز بيه النسخ، لكن هي الفكره انه بيرمي ميه كتيره جدا. فلما تيجي تعمليه خدي كل الميه اللي خرجت منه دي واستفيدي بيها في صوص البشاميل عشان يديكي طعم حلو جدا. اهو هيبتدي بس الزبده عندي تتيح شويه، حاجه بسيطه كده، وتعالوا كمان نقلب الحاجات الحلوه دي مع بعض. اهو تقلبتين كده. السكر ده بتاعك انت، في ناس على فكره بتاكله كده، يعني في ناس بتاكله زي الخشاب، بتاكله بيستوي او بيتسلق كده وبيبتدي ان هم يسقعوه ويحطوا عليه مكسرات او ايس كريم او قشطه او اي حاجه يحبوها، بتبقى حلوه جدا، بس ده اختيار. ريحه البرتقال اللي خارجه عندي دلوقتي، برتقال مع القرفه، عاملين ميكس حلو جدا، لما تيجي تاكلي تحسي ان في البشاميل ناعم جدا وكريمي، القرع فيه سن البرتقال وفيه قرفه، في رشه فانيليا، كل الحاجات دي هتديني في الاخر طعم حلو جدا ان شاء الله. انا بس الزبده عندي تبتدي تسيح، ممكن نعلي النار كمان شويه اهو كده زي الفل، هقلبهم مع بعض. طب انا في العادي لما باجي اعمل بشاميل او بعمل صوص ابيض بعمل ايه؟ بحط الماده الدهنيه بتاعتي وبعدين بنزل بالدقيق. لا احنا هنعمل حاجه مختلفه النهارده هتفرق جدا في صوص البشاميل بتاعنا، وهي ايه؟ شويه لبن بودر. مش متخيلين الفرق اللي هيعمله لبن البودر ده في الصوص بتاع البشاميل لما ياخد تحمير على النار. انا مش عايزه لونه يغير، انا عايزه بس يبتدي يعني يغمق درجه بسيطه جدا من غير ما يقلب على ذهبي او بني او اي لون غير. اهو تقليبه كده حلوه، بس ابتدي ان انا احس ان هو لونه اتغير او ابتدى يسخن مع الزبده. عندي الريحه والله اللي طالعه من القرع عايزه اقول لكم حلوه جدا، هايله بسيطه وسهله، صنف حلويات مش مكلف. لو انت ممكن تعملي للولاد تعملي شويه مهلبيه لو انت عايزه، مش عايزه بشاميل او كاستر مثلا او اي حاجه انت بتحبيها، ويسقع في الثلاجه هيبقى حلو جدا. اهو ابتدى عندي اللبن يعني يفك مع الماده الدهنيه اهو كده، هبتدي انزل ايه بالدقيق. كل كوبايه ماده سائله عندي بتاخد معلقه كبيره من الدقيق، يعني عندي مثلا انا هستخدم مثلا كوبايه قرع وكوبايه لبن، هحط كده معلقتين كبار من الدقيق. اهو نقلب كده تقليبه حلوه اهو، يبتدي بس لازم بقى في المرحله دي استنى ان الدقيق يبتدي يغلي شويه زي ما انتم شايفين كده. لو ممكن نشوفها يا سباعي، شايفين الفقاعات اللي في النص دي؟ لازم كله يكون بنفس الشكل اهي، الحاجات اللي بتغلي جوه دي لازم تكون بنفس الشكل اهو. تقليبه كده هزود سنه كمان. طيب انا لو عندي البشاميل بتاعي تقل على النار هعمل ايه؟ هزود شويه لبن. لو خفيف هعمل ايه؟ هزود شويه لبن صغيرين ادوب فيهم شويه دقيق وابتدي ان انا ازودهم. ما تحطيش ابدا ابدا دقيق
على طول على البشاميل وهو سخن تلاقيه عمل تكتلات منك وبقى مش حلو نهائي. فناخد بالنا من الحاجات البسيطه اللي فعلا هتفرق في طعم الوصفه بتاعتك. اهو تقليبه كده حلو كده، نشيل الحاجات دي وخلاص كده، يعني موضوع سهل جدا وبسيط، مفيش اسهل من كده. اهو تقليبه، بسيبه بقى قد ايه على النار؟ حوالي 15 ل 20 دقيقه، مجرد ما احس ان هو ابتدى يطرى معايا ما تسيبوش مده طويله. يعني ممكن كمان اللي انا جهزته قبل اهو ده اتكيت عليه شويه في السوا، لكن انتوا لما تيجوا تسووه في البيت خليها برده محتفظه بحجمها. وانا واحده من الناس مش بهرسه، هو عشان استوى زياده ف يعني اتهرس شويه، لكن انتوا في البيت تقدروا ان انتوا ما تتكيش عليه في السوا، سيبيه مكعبات زي ما هو. شايفين بقى الفقاعات كلها اللي بقول عليها دي؟ انا في المرحله دي اقدر ان انا انزل باللبن ويكون لبن ولا دافي ولا سائع، لبن بحراره الغرفه او المطبخ عشان ما يكتلش منه. بقلب بايده، ممكن برضو ايه لو انت حابه، يعني انا تمام، بس انا ممكن اخده كده بعيد عن النار خالص عشان تبقي ضامنه ان هو مش هيكتل ولا هيحصل له اي مشكله. انا كده بعته على النار، ايدي فيها الويسك والايد التانيه بنزل باللبن واحده واحده. لازم وانا بنزل اللبن لازم افضل اقلب، ما ينفعش ابدا. ليه؟ عشان انا بنزل حاجه درجه حرارتها مختلفه عن درجه حراره الحله بتاعتي او اللي بعمل فيها، فبالتالي لو نزلت مره واحده ومش بقلب هتلاقي ان كل الدقيق بالماده الدهنيه عندي مسك تحت وهتلاقيه عمل تكتلات، واحتاج بقى انك تضربي في الخلاط وتبقى يعني مشكله. فبالتالي واحده واحده كده زي ما قلت، خطوه ان انا ببعد الحله دي هتفرق فعلا في ان البشاميل يطلع معاكي زي الفل. والكلام ده للبشاميل المسكر او البشاميل اللي هو الحادق بتاع الصواني بتاعتنا اللي احنا عارفينه. هنزل ايه بقى؟ بميه القرع. نزلها كلها بقى عشان اخد كل الطعم الحلو اللي خرج عندي. اهو شايفين بقى هايل جدا. تعالوا اقول لكم معلومه كده على الماشي، خلاص انا عندي كل دي اتقلب تمام، هعمل ايه؟ هاخده بقى الناحيه الثانيه ابتدي اخليه ياخد غلوه على النار عشان اضمن سوى دي بكام. ناخده هناك اهو. حاضر، انزل بس بقيه المكونات. طب لو تاخدوا بالكم انا عملت ايه؟ انا ما زودتش لسه السكر، تمام؟ احط شويه سكر بسيط واخد السكر بقى بتاعي من ايه؟ من شويه الحليب المكثف. مش عايزه خطوه الحليب المكثف دي، عادي جدا مفيش اي مشكله، ممكن تستغني عنها، بس هي مقاديره احنا عملناها قبل كده في حلقه قريب، سهل جدا وبسيط. مقاديره عباره عن كوبايه لبن بودره، كوبايه سكر بودره، نص كوبايه ميه سخنه، معلقه كبيره زبده طريه، وحته ورشه فانيليا ورشه ملح، وتضربيه في الخلاط عندك دي هيطلع معاكي زي الفل. انا عندي خلاص كده حطيت الحليب المكثف وحطيت شويه سكر بسيط، هنزل كمان دلوقتي بالكريم شانتيه اهو. اللبن عندي لسه ما سخنش فاقدر انزل بالكريم شانتيه، لكن اللبن عندي لو غلي ما اقدرش احط كريم شانتيه دلوقتي لان ممكن يكتل بني. طب فرض وانا نسيت احط كريم شانتيه والحاجه عندي على النار، هقلب شويه كريم شانتيه عندي دول في حبه لبن، يعني مثلا لو هتحطي كيسين هتحط قلبيهم في ربع كوبايه من اللبن، وبعدين تبتدي تنزلي بيهم تدريجيا على البشاميل بتاعك. اهو انا زي ما قلت لكم عندي اللبن بارد لسه، فبالتالي اقدر اعمل الخطوه دي. تقليبه حلوه كده واستنى ان هو يغلي، مفيش اي حاجه تانيه كده هعملها. هوريكم بس تكايه واحده قبل ما ناخد الفاصل، هوريكم فرق بين حاجه وحاجه كده. تمام خلاص هسيبه عندي على نار وسط لحد ما يبتدي ان هو يتقل معايا ويربط ويبقى القوام كريمي جدا. طب تعالى اقول لكم بقى على التكه اللي انا كنت لسه بشرحها من شويه. ده السوى المظبوط، يعني ده انا بطلع القرع متماسك بنفس الشكل ده، شايفينه اهو لوحدها كده بوحدتها، تمام؟ تقدري تعملي الاثنين طعمهم زي بعض بالظبط. الفكره في ايه؟ في الشكل، يعني ان طعم معلقتي لسه كنت بدوق من البشاميل، عايزه اقول لكم طعمه تحفه، طعم البرتقال مع سنه القرفه. هرفع لكم دلوقتي بالكبشه كده تشوفوا القوام انسيابي جدا، طعمه حلو، قرفه مع بشره برتقال، انتوا اكيد متخيلين الطعم هيكون اكتر من روعه باذن الله. اهو بصوا بقى، بصوا بقى النعومه اللي جايه دي، بصوا شايفين القوام عامل ازاي؟ بشر البرتقال عندي مدي كده لون جوه قطعه صغيره هايل، يعني من الاخر اهو.
انا بصراحه مش هزود فانيليا. طب ليه مش هزود فانيليا؟ عشان انا عايز طعم البرتقال يكون ظاهر عندي، لكن لو انت مش تحطي البرتقال او مش حابه الطعم بتاعه عادي جدا ممكن تستغني عنه، ما تحطيوش وتستخدمي الفانيليا. طب عايزه اقول لكم ان القرع اللي عندي هنا اهو شايفين، يعني هو انا كده بالنسبه لي تمام ممكن اقفل عليه. لو عايزين بقى بصوا الميه اللي نزلت منه، يعني دي كميه قليله شويه، في ميه اهي عندي اهي، مش هتبان ليكم قوي لكن في ميه نزلت.